لا يا دكتورة هلا والله، انت مجهودك رائع يعني. فاتت انا كنت اديت محاضرة كاملة، ماشي، المرة اللي فاتت اديت محاضرة عن الموضوع ده، جينا في امتحان جبنا حالتين ثلاثة برضو نفس المشكلة. انا مش عارف ايه يعني، الواحد لما يجيله حالة كده في البيزل جانجليا ليجن يقعد يتلخبط كده، ما يعرفش حتى لو يعني قدام الممتحن يقول له والله ممكن حاجه اسكيميك، حاجه ميتابوليك، حاجه مش عارف توكسيك، حاجه ديجنتيف، حاجه انفلاماتوري، الحاجات دي لازم تبقى حافظها. فانا حطيت السلايد دي بس اعادها شويه عشان تقروا الحاجات اللي انتوا شايفين، الحاجات اللي مكتوب عليها اه يا دكتور واضحة تمام. واضحه مش كده؟ تمام يا دكتور. فدي حاجه. الحاجه التانيه هو انا يعني جمعت مثلا حوالي 14 15 قول 20 حالة كده، فيهم حالات جت المرة اللي فاتت في اللونج، هنعمل عليهم امتحان المرة دي، اعمل لكم امتحان لونج مرة في المستشفى كده ونعلم لكم امتحان وتشوفوا قدامكم. دي نقطة. الشورت زي ما اتفقنا قلنا هنصلحه ان شاء الله، نحط حالات قبل الامتحان برضو، وبعد رمضان هنقعد في المستشفى بس عشان هنجيب حالات كده فاريبل بس تشوفوها كلكم. ماشي، نبتدي بقى اول حاجة. تمام يا دكتور. نبتدي اول حاجة، خلاص الجدول ده مظبوط، انا سيبته شوية على في التسجيل عشان بس الناس كلها لما يجي حاجة في البيز جانجل يفتكر الجدول ده. ماشي، اول حالة الحالات البيز جانجليا كتير حاجات بتشابه مع بعضها، بس انت كراجل مش عارف هيستوري عن العيان بتقول ممكن يكون كذا وكذا وكذا، لكن لو انت العيان قدامك هتساله انت عندك كذا، انت عندك كذا، انت عندك ضغط، انت عندك سكر، انت اتنفست، مش عارف جالك، فبتعرف من الشكوى. لكن لو انت ما عندكش شكوى هتقول ده حاجات كتير. فده لو مثال مثلا نقول ايه فيها سريعا كده العيان ده. في هاي تي 1 سيجنال في الجلوبس باليتس بايلوت، تمام، في هاي تي 1 سيجنال مظبوط صح في الجلوبس بايلس بايلت، ممكن تكون ايه دي يا دكتور؟ ممكن افكر في هيباتيك ديزيز اللي هو صح، مانجانيز ديبوزيشن، مانجانيز بوزيشن، ممكن ايه تاني حضرتك؟ ممكن ودي كومن او في العينين هيباتيك، يعني لو عين هيباتيك جالك هيباتيك انفلوبس. البليوبين ما العيانين احنا هقول بس حاضر. لو حضرتك العيانين اللي بتوع الهيباتيك كتير يجي العيان، انت عارفين عيان الهيباتيك بيجي له انكفالوباسي، فلما بيدخل انكفالوباسي بيحصل منجنيز ديبوزيشن، فيجي يهلوس يعمل، فيقول لك خد وديه المستشفى اعمل له انما، وبعد كده تلاقيه بيتحسن شويه بعد الانما. فده المنجنيز ديبوزيشن بيعمل كده. وايه تاني يا دكتور؟ ممكن دايبيتك ممكن كيتوأسيدوز، دايبيتك صح، ايوه برافو نان عليك، كيتوتيك هايبرجلايسيميا، نون كيتوتيك هايبر جلاسيما تعمل كده. ممكن ايه تاني؟ كذا كده حاجه تعمل ويلسون. كده، بس هو الويلسون بس، يا ممكن بس هو الموست كومن الهيباتيك والهايبر نون كيتوتيك هايبر جلاسيما. ماشي، تمام يا دكتور. هي بتشاف في التي 1 اكتر حاجه. ماشي، فيا جماعه ممكن النبي الله الهيموريدج يكرمكم، لا اصل الهيموريج ما بس يبقاش ما يجيش سيمتريك كده، اصل سيمتريكال وبايلاترال. سيمتريكال. ماشي، هي اكثر حاجه تمام. ممكن ال يكون ان اف 1 او هيلبرت 1. ما ان اف 1 ممكن تبقى همرتومه، بس هي الهمرتومه ليها شكل ماشي تمشي، بس ايه المهم، انا والله مش قصدي العين يكون إيه. المهم انت هايبر بارا تتكلم يا في دكتور، الامتحان ايه اللي هو الهايبر بارا والهايبا وصدو صدو هايبو بارا والكلام ده. المهم تتكلم تقول حاجات تكون حاجات ميتابوليك زي كذا، حاجات مش عارف ايه، حاجات انفلاماتوري زي كذا. ماشي، فالعين ده هيباتيك اصلا عنده ليفر سيروزس، فده في الجلوبس باليدس نتيجه المنجنيز بيحصل ايه؟ بيحصل هايبر سيجنال في التي 1. العين ولو ده طفل شعره صغير بيضوي، ممكن افكر في اللي هو الكيونكترس اللي هي البيليروبين البليوبين. الكيرنكترس، مظبوط مظبوط صح، ده برضو عيان تاني مش هيباتيك. ماشي، في برضه جلوبس باليدس سيمتريكال، لكن عنده سكر. ماشي، يبقى ده الهايبر ايه، جلاسيم هايبر جلايسيميك كيتو اسيتوس. ماشي، بيعمل نفس المنظر. ماشي، هايبر دايبيتيك ويز مش عارف ايه، شيبيتد موفمنت اكزيال بيلاترال جلوبس باليداي نون كيتوتيك هايبر جلايسيميك. ماشي، بص ده
يجي سبوت، الحالة دي تيجي سبوت لو جابها لك بالسبكتروسكوب، ولازم تكتب تشخيص واحد بس. لا مش كانفان اللي بيجي في الأطفال، لا لا اللي بيبقى فيري أكوي دكتور، اللي سندروم اسمه لي ديزيز أو لي سندروم، مظبوط. اللي بيجي في الـ في البيزر جانجليا، انتيرو بيزر جانجليا في الجلوبس باليداي، وبيجي بيري اكوداكتال، بيبقى معاه انفيرتد ايه، انفيرتد دبل بيك، انفيرتد دبل بيك اللي هم اللاكتيت، اللاكتيت ايوه انفيرتد دبل بيك، ده تيبيكال مع لي ديزيز. ماشي، فاللي ديزيز في الاطفال لو طفل صغير شفت فيه جلوبس باليداي وحدها حتى من غير اكوداكتال تقول غالبا المست دي لي ديزيز، بس ممكن معاه لو معاه سبكتروسكوبي ده ممكن يجي لك شورت مايتوكوندريا لوكو ديستروفي، لوكو ديستروفي ماشي مايتوكوندريا تايب. يبقى دليل ديزيز طفل صغير 11 شهر بيبقى بالريتابيلتي سايم ام ار اي شو دي بجري هوت ماترز روسي فوس ريفي سيمتريك ابنتس في بيوتامينا والبيري اكوداكتر ريجو. ماشي، اهم حاجه في الام ار سبكتس شو انفيرتد دبل بيك، وبيبقى لان اصل اسبرتيت عالي. ده سهل لكلكم. فهر ديزيز هايبر بارا فهر ديزيز، حاجات اللي بتعمل كاسيفيكيشن. اي حاجه تعمل اكسنسيف كاسيفيكيشن انتركرين هي كذا كذا سبب، بس الموست كوم الفهر والهايبر بارا سبيكتس فهر ديزيز. ده بايلاترال سلامك هايبر هايبر دينستي، ما حدش هيحط خطوط على بايلاترال. ماشي سلامك او ديب تيمبورال اريا اوف ابنورمال سيجنال في الديفيوجن ده في ستريكت ديفيوجن بس. ماشي برضو اسبابها كتير، بس انت تعدل ايه الاسباب. ممكن العيان ده لو كان توكسيك تعرض، لو عيان شرب كحول يبقى بوست مش عارف الكحول الكحول، لو عيان اتخنق في غاز بتاع البوتاجاز ده يبقى ده ايه بوست توكسي كربون مونوكسايد، لو عيان فاسكولر ايه الفاسكولر اللي يعمل كده، في حاجه مشهوره اللي هو الارتري اوف بيكون، الارتري اوف بيكون ايوه اسمه بارتري اوف بيرشون. ماشي بيبقى اكلوجن اوف ارتري اوف بيرشون. ماشي بيرشون بايلاتر. ماشي برضه بيديك المنظر ده نعمل الشكل ده مشهور برضه في الاشعه. والليجن الليجن ده مين اللي فيه البرين ستيب ميد برين، لا كوربس كالوزم فوق. ايه كوربس كالوزم ايه يا دكتور؟ ده واخد جزء من الميد برين يا دكتور والسلامس، واخد السلامس السلامس في جزء من البرين، بس هو مين اللي سلامك؟ مين اللي سلامك؟ بايلاترال سلامك بايلاترال واحد يمين واحد شمال. تمام ماشي، ايه اللي يعمل كده؟ برضه ممكن فاسكولار او ارتري اوف برشيرو، بس ارتف برشين ما يبقاش كده معاه ماس افكت جامد قوي كده. ارتف برشين بيبقى حاجه صغيره، هو الفينوس اوكي فيس ماشي، بس برضه ما بقاش ماس افكت جامد كده. هي الجلايوما اللي بتيجي بايلاترال سلامك الجلايوما، ايوه الجلايوما، لكن هو الفينوس دايما بيجي بايلاترال سلامك برضه مشهور. الفينوس بيبقى كبير شويه عن الارتيريال، غير الارتف برشين ده بيبقى كبير بس ما بيبقاش كده قافل الفينتيكل وعامل ماس افكت. ماشي، فالعامل بيعمل كده مين؟ البيلات السلام الجلايوما. ماشي برايم البيلات السلام الجلايوما اللارجمنت في السلامس، السلامس كبيرة لازم السلامس تبقى هي بس يا دكتور. لو بيلات السلام الجلايوما ما تبقاش عاملة انفيجن للميد لاين اللي هو الكوربس كالوزم فايبرز، لا هي تحت السلامس تحت بعيد على الكوربس كالوزم. يا ناس ايه اللي جاب عند الكوربس كالوزم؟ السلامس دي تحت يا بنت الكوربس كالوزم، الكوربس كالوزم معاك اهو معدي فيها.
لا السلامس تحت مكانها، هي احيانا الباي سلام الجلوم الحاجه الوحيده بتبقى لاترال سلام الجلوم، اه تمام يا دكتور لكن تمام هي بعيده بعيده عن كوربس كالوزم. كوربس كالوزم ده لو ايوه جه يعدي تمام من تمام ناحيتين، لو جه فور ايوه سيبس ماينور او ميجر، ماشي. ماشي لكن هي تمام يا مكتوب دكتور في الكتب الباي لاترال، الحاجه اللي بتيجي باي لاترال في الاطفال دايما سلام الجلوم. تمام ده لو ما نعرفش عنه هيستوري دوت الحاله دي، نقول كذا حاجه ديفرنشال في باي لاترال اريا اوف ابنورمال سيجنال واخده T2 and the clear بس hyper intense. احنا كده في ال في البتاع ده في في الجلوبس الجلوبس باريدس في الجلوبس جلوبس باريدس جلوبس ممكن تكون ايه دي؟ ممكن يكون احنا مش عارفين. ممكن كربون مونوكسيد برضو ممكن لو العيان في هيستوري اوف توكسيكيشن ممكن يكون ايه تاني؟ اعد اي حاجه بقى توكسيك بس ده. تعمل كده يعني لو ده طفل، طيب لو ده لو طفل طفل اهو. يعني هو ما تعرضش التوكسيكيشن ما جابش هاي بوكس ولا حاجه. اللي هي الهيلر بوردن سبات سندروم. ماشي ايه تاني؟ طيب هل دي حاجه ممكن مشهوره. هو بص انا عشان بس ليفر فيلير برضه في هيباتيك بس فيلير؟ ده طفل صغير، طفل صغير لا ما مش ما انت عد الحاجات دي كلها. بس هي من ضمن لو طفل صغير النيورو فايبروماتوزس تايب 1 اسمها همرتوما، دي همرتوما في البرين ماشي. الهامرتوما دي تعمل شكل الام اس فصائل زي شكل الفصائل في البرين بالظبط ماشي، بتبقى همرتوما موجوده في البرين تيشو. تمام انت ما بتعرفش حاجه على طول كذا حاجه، لكن من ضمنهم نيورو فايبروماتوزس تايب 1. فانا عندي نيورو فايبروماتوزس بان ودي مالتيبل همرتوما ماشي. بريت اوبجكت جلوبس بالي داي ده العين نيورو فايبروماتوزس تايب 1 دوت. الابنورمال سيجنال موجوده هنا فين؟ ما برضه انترنال بيزل برضه في الجلوبس باليتس. جلوبس باليتس والهيبوكامبس والكب هو كامبس ماشي. هتقول برضه نفس السيستم، تقول له ممكن يكون ميتابوليك، ممكن يكون هايبوكسيك، ممكن يكون اسكيميك، ممكن يكون مش عارف ايه على حسب الهيستوري ماشي. طيب لو قلت لك الطفل ده دخل حضانه، قعد في الحضانه اسبوعين مثلا كرنكتروس يعني؟ لا كرنكتروس. ايوه بيليروبين انكيفالوباسي. بيليروبين انكيفالوباسي انا بقول لك الطفل دخل عاد الحضانه اسبوعين، معناه البيليروبين اتولد اتولد دخل حضانه، البيليروبين عالي عنده. فالبيليروبين لما تمام يعلى قوي ويقعد فتره طويله بيعمل حاجه اسمها بيليروبين انكيفالوباسي. ايه المشكله؟ نفس الكلام، بس انت مش عارف هيستوري على العيان. يعني ده لو قلت لي مش عارفش اقول له ممكن يكون لي ديزيز، ممكن يكون مش عارف، ممكن نيورو جينيرس، ممكن يكون اسكيميك، ممكن اي حاجه، تبقى حافظ انت يعني تقعد للممتحن تقول له يقول لك انت ده مذاكر ماشي. فده كان ايه؟ كان اتحرش في الحضانه وكان عنده بتاع ده جوندس، فده نيونيتال ايه بيليروبين انكيفالوبس مشهور الشكل ده، حتى الاسم بيسمى ده اللي احنا الهيلر ايوه بوردن سباد سندروم. ايوه الهيلر بورنس بس او التايجر اي ساين. عارفين عين التايجر؟ عامل زي عين التايجر، زي التايجر اي ساين ماشي. هو الهيل الهير اسمه هيلر فوردن هيلر سباد بوردن سباد سباد سندروم ماشي، او تايجر اي ساين ماشي. اوكي تمام يا دكتور بقى واخد مين اللي واخد الجلوبس باليدس؟ دايما واخد الجلوبس باليدس. الهيلر فوردن سباد سندروم برضو شبيه نفس الكلام ماشي، نفس الشكل برضه الجلوبس ولا داي سيمتريكال وفي تايجر اي ساين. ده اللي هيرز برضه ده نتيجة الاير ديبوشنجي السبستميت اير فاكت نتيجة الاير ديبوشنجي ماشي. كلوفر ليف ساين كلوفر ليف سكول ايوه كلوفر ليف
ايوه صح. عارفين كلافر ليف ولا مش عارفين؟ حد فيكم الفلاحين زينا؟ عارفين شكلها؟ اه يا دكتور بيبقى الشكل ده ورقة البرسيم، عارفين البرسيم اللي بيزرعوه في الفلاحين؟ بيبقى عاملة زي ورقة البرسيم، ورقة البرسيم تلاقي ليها كده شكل، لو حد فيكم الفلاحين يعرف. فده الكلافر ليف ده موجود فين؟ في السيناتوتروفيك ديسبيليزي، في الديسبيليزي يعني ماشي. تمام. بيبقى في الكرينيوم كده بيبقى تراي لوبولر كده، تلاقي عامل زي الكلافر ليف بالظبط، لو انت مش عارف الكلافر ليف مش هتنسى الشكل ماشي. فده في السيناتوتروفيك ديسبيليزي. اوكي دي شويه حاجات اسماء كده بتسمى على الديزيز، يعني اسم الحاجه شبه كذا بتبقى موجوده مع كذا. احنا لو بصينا هنلاقي في الديفيوز انلارجمنت في مين الاكسترا اوكلر ماسل ماشي، باي لاترالي بس هو عشان معوج هنا. والديفيوز انلارجمنت ده بيبقى بيعمل ايه؟ سبيريلس التندينيوس جانكشن، ماسكو تندينيوس سايرويد فين؟ سايرويد بس اسمه يسموه كوكا كولا ساين، عامل زي الكوكا كولا بوتل، عارف انت الازازه كوكا كولا، تلاقي التندينيوس بتاع ده عامل زي ده، الحته اللي فوق فيها وده اللي تحت. كوكا كولا بيبقى لها حته من فوق الكوكا كولا الازاز ماشي، فده اسمه كوكا كولا ساين في الايه، في الجريفز ديزيز، في حالات الهايبر باراثيرويدس ماشي. طيب دوت ساين برضه، حاجات ساين كده. ده كوتونون ابيرنس. كوتون ابيرز ده بنشوفه فين؟ مشهور قوي في الباجت، في الباجت صح، شاطر باجت ديزيز صح، كوتولون ساين ده في الباجت ديزيز صح. طيب ايه طيب دوت مشهور الشكل ده، هو الكوبس كالوز داوسون فينجر بتاعت الام اس MS. ايه الدوسون ده؟ حد عارف ايه دوسون؟ ايه؟ ايه؟ ده اكيد الرجل اللي اخترع البتاع دي، اللي اخترع الدوسون. لا اكيد اسمه دوسون فينجر، دي اكيد حاجه. لا هي الدوسون فينجر بتاع النت، هتلاقي واحد ليه صوابع طويله ورفيعه كده بوينتد لقدام، هي دي كده الدوس اللي انا حكيتها على النت من زمان. فالدوسن ده يعني اللي بيبقى صوابعه طويله ورفيعه اسمه الدوسن. تمام. هي الدوسن لما تكتب دوسن فينجر على الجوجل كذا مره، انا قلت لما كنت بقرا الام اس زمان فبكتب دوسن فينجر، الصابع كده بيبقى طويله وعامله من قدام رفيعه ماشي. الدوسن فينجر ده مشهور في الام اس. الساين دي مشهوره قوي لو شفتها حاجه دي، الهايبر دنس، هايبر دنس ام اس اس ام سي اس اي ايرلي ساينز هايبر اكيوت ايرلي ساينز هايبر اكيوت سكيم، ما ينفعش الليفت ميديا سيرفر ارتري في هايبر دنس، فمعناها في ثرومبوزس جواها، يعني الثرومبس والثرومبس في الفيسل بتبان هايبر انتنس في الاكزيل سيتي سكان سي تي اس ماشي. دنس ام اس ساين في حالات الاكلوجن، يعني سيرفر ارتري اكلوجن. الشكل ده ايه بس ده اللي هو بير اوربت، الهيرل كوين اوربت بتاع نيورو فيبروماتوز. الهيرل كوين اوربت، هيرل كوين يعني المهرج باللغه العربيه، الراجل اللي بيجي في ده بنشوفه فين؟ طيب ده نيورو فيبروماتوز نيورو فيبروماتوز طيب وان مزبوط صح، هيرل كوين ابيرنس ماشي. مشهورة دي، أنا مرة جاتني حالة زي كده في الأكتف إم إس مظبوط تمام، خلي بالك الصحيحين دول تيوم إفكتف إم إس مظبوط. لو جالك عنا مرة جاتني عينة زي كده بس أنا ما شفتش العيان، البنت قالت لي عاملة عملية في الثدي، فقلت امتس، فهي طلعت واحدة أجنبية عاملة أوجمنتيشن الثدي، مش طالعة مش عاملة عملية، فهي دي بس دي التيوم إفكتف إم إس في الأكتف ستيج ماشي. دي اللي هي الهوت بان ساين بتاعت المالتيبل سيستميك اتروفي، ايوه اسمها هوت كروس بان ساين، هوت كروس بان ساين ايوه. يعني ايه هوت كروس بان ساين؟ يعني زي العيش تقريبا، في عيش شكله كده، في عيش
او الركن اللي اخترعها. لا يا شبه ايه؟ لا شبه هي زي البنص شبه هوت بنص العيش لما يبقى طالع سوق المال. فدي في ال... في ال... في حالات ايه؟ حالات المالتيبل سيستميك. المالتيبل سيستميك what cross pulse sign deal humming bird بتاعت ال supranuclear pulse سوبر ايه اللي هي supranuclear pulse وايه تاني بنشوفها في حاجه مشهوره كده humming bird او beacon of the tectum بيسموها مشهوره دي بتتشاف في سندروم سبراي مش هي supranuclear pulse لا في حاجه مشهوره فيها بتتشاف فيها يا تكتل بيكنج بتيجي مع الكياري بس مش كياري مع كاري 2 مع كاري 2 ومع هيدروسيفرا صح فده البيكنج بتاع التكتل او الهامينج بس هي دي فيها كياري يا دكتور هي دي فيها كياري فيها مش كياري الفنت الفنتريكل دايليت ده انت سيد مش قادر تقول بس السيربيلم ولا بيكون في توينج سيربيلم ويبنج حوالين بنت ماشي ممكن بس هي بنشوفها تكتل بيكنج فعلا والبيكتر سيفوس غالبا دي كياري بس هي بنشوفها في البتاع كذا حاجه سندون والكياري اسمها هامينج بيرد ديزاين دي حاجة فاسكولار دي ولا ايه؟ ايه طب زي ايه؟ developmental venous anomaly مثلا؟ بس ده فلير ممكن نفكر في سبع اكينويد ممكن سبع اكينويد بس سبع اكينويد يعني بيجيش في حتة localized ممكن بس هو ممكن صح بيتر انتين ممكن برضه حاجه ليكتو منينجيال يعني ممكن تبقى كوستوم متوز حاجه انفيكشوس ممكن برضه ممكن بس كان ده ليكتو منينجيال انهانسمنت قصدي برايت سيجنال فلير وايت سيجنال برايت سيجنال ايوه برايت سيجنال بوست ترانسفيرس فلير اوف بيشنت ويز مويا ديزيز شوينج سالكر هايبر انتنسيتي ذات كفر ذا برين لايك اي في عارفين الاي في الاي في ده الايفي ده اللبلاب عارف نبات اسمه اللبلاب كده لما يعرش على حاجه لو ما زمان كان بيزرعوه على الجنينه لما واحد يبقى عامل جنينه عامل سور ليها فيزرع اللبلاب عشان يعرش على محدش يشوف ايه جوه الجنينه ماشي فده ده في المويه مويه ماشي ايفي يعني نبات ما اعرفش تعرف النباتات دي يعني دي مشهوره دي ايوه البالوز دي اونيون بالب ساين عارفين لما تيجي تقطع البصله بالعرض فيبقى عامله زي الاونيون بالب ساين دي بنشوفها فين في البالو في البالوز كونسنتريك سكليروس اسمها اونيون بالب ساين ماشي تمام شايف البالوز كونسنتريك سكليروس دي سهله دي دي اي في ام دي دكتور لا الساين دي اسمها ايه مش اي في ام هي سكس ازاي هو هنا في سكس مشهوره دي عامله زي ايه مش بتاكل في البيت المدام كورن البوب كورن البوب كورن دي بشوفها فين الكافيرنوس هيمنجيوما الكافيرنوس هيمنجيوم الكافيرنوما الكافيرنوما كافيرنوما او كافيرنوس هيمنجيوم بوب كورن دي مشهوره في البريد الصوت بس العام الصوت عشان ما يبانش في التسجيل يا جماعه اللي بنتكلم فده البوب كورن ساين بنشوفه فين في الكافيرنوس هيمنجيوم محدش يشخبط يا جماعه الصفحه دي مشهوره دي جماعه اللي بيدخنوا سجاير حد فيكم بيدخن سجاير الموية باف سموك ده بتاعت الموية مشهورة دي حتى لو جابها لك في الشورت تكتب له ده موية باف سموك موية ديزيز ماشي اللي بيشخبط على البتاع ده يشيل الشخبطة دي حتش شابط
ده bilateral سلامك hybrid. ده كده احنا في التيمبرال كده. احنا لا في في السلامك بالفينار اسمها السلامك. بالفينار اللي هو بيبقى ال L sign بتاعت الستيك دي. ايوه اسمها ايه ليها اسم ديزيز بتيجي مع ديزيز اسمها بولفينار ساين. بولفينار ساين دي اسمه فابري ديزيز. ماشي يبقى في بولفينار هايبر انتنسي. ماشي بايلاتر سيمتريكال بولفينار هايبر انتنسي في الفابري ديزيز. دي سهلة دي بقى نشوفها كتير. دي رينج انهانسمنت دي ليها اسم. ما هي ليها اسم دي ليها اسم. هي طبعا رينج مش انهانسمنت مش رينج. لا دي رينج دوت ساين نيوروسيس سيركوز. بس هي دي ده انهانسمنت يا دكتور. الدوت ساين دي بيشوفها في النون انهانسمنت بس دي انهانسمنت. دي سموها زي البولز اي ساين او التارجت ساين. التارجت ساين دي بيشوفها في الميتاستاسيس. تارجت ساين عارف اقول بنشوفها في الميتاس او الميلانوما او الحاجات دي. ماشي فدي لكن لو هي نان انهانسد سيركوز بنشوف النان انهانسمنت. فدي اسمها تارجت ساين بتاعت الميتاس. دي ديلر ميدوكلوس ديزيز مظبوط صح. اسمها ايه اللي ليها اسم الساين اللي هي بتبقى الترانسفيرس سيكنينج في السيريبيلوم. ايوه ليها اسم ماشي مش مشكله. هي زي ما قلت اللي ده اسمها تايجر سترايب ساين. تمام عامله زي جلد بتاع ايوه زي جلد التايجر بتاع التايجر. ايوه تايجر سترايب ساين. ماشي نشوفها في السيريبيلوم في حالنا. دي مشهورة برضو الساين دي اسمها بقى الميتاكروماتيك ليكودستروفي اللي هي تيجرويد باتر. ايوه ايوه برافو عليك صح. ده التيجرويد باتر. شايف التيجرويد عامل زي التيجرويد بتاع برضو. انت لو شفت النمر كده عامل زي كده زي التيجرويد بالظبط. نوع من النمور كده تلاقي الجلد بتاعه زي كده بالظبط. ده التيجرويد في الميتاكروماتيك ليكودستروفي كاركترستيك. لو طفل شفته فيه تقول عليه ميتاكروماتيك ليكودستروفي. الوايت سيريبيلوم. الوايت سيريبيلوم دي اللي بتحصل. الساين دي بتحصل ليه؟ جلوبال اسكيميا. جلوبال اسكيميا بس السيريبيلوم ليه دبل بلاد سبلاي فبيتاخر متاخر بيبقى متاخر شويه في في الاسكيميا. ماشي مش عارف مين اللي مشخبط على الصفحه ده يشيلها يا جماعه. دي هوايت سيريبيلر ساين دي بتبقى في البيل. لو طفل جالك ممكن يجيلك ديفيوز برين إديما وبرينيتال اسكيما جامده جدا هتلاقي معها ايه مع الهوايت سيريبيلر ساين. دي اسمها ايه الكابوت ميدوزا. دي بي ايه الكابوت ميدوزا دي في الفينس انجيوما. هي معاك في النوم اعتقد ثاني. بص دي كابت ميدوزا صعب. ماشي دي بنشوفها ايه عباره عن تيوبولار ستراكشر موجوده في الليفت سيربيلر هيمسفير ودي كاركترستيك للفينوس انجيوم ديفلوبمنتال فينوس انجيوم. فينوس انجيوم ساين دي اسمها ده كورتيكال فينوس ثرومبوزس. ممكن صح بس إيش لها اسم كنت قلبي ممكن تبقى كورد اسمها كورد ساين. كورد يعني عندي الحبل يعني غالبا ثرومبس فين كورتيكال فين. ماشي اسمها كورد ساين. ديورال تيل. ديورال تيل ساين كاركترستيك مع المنجيوم. هي بتشوف حاجات كتير بس هي اكتر حاجه بنشوفها من المنجيوم اكسترا اكزيال ديورال بيست. بص دي بتيجي في الامتحان. تيل سنومان ساين. سنومان سنومان ساين دي على طول بتيجي ايه ماكرو بتيجي شورت. هي بتيجي شورت دي ما لهاش ديفرنشال. سنومان او فيجر اوف 8 ده بتاعه الايه الماكرو ادينوم. ماشي
ده كل مره نجيبه برضه بتغلط فيه. دي اللي هي تو بتاعت ترايجيمينال ده اسمها تو حاجه ثانيه. اه تو ساينس حاجه تو ريزيستنت ترايجيمينال اسمها تو ساين. تو ساين يعني عامله زي البيبيونا ده ترايجيمينال بريزيستنت ترايجيمينال ارت ماشي. هو بس في ممكن تشوفه في السيت التي 1 او السيت الام لكن هو في الام ار اي باين بريزيستنت ترايجيمينال ارت اللي عنده بيجي بترايجيمينال ارت ماشي. اسمها تو ساين تو ساين تو ساين شو سيجنال بنت سهلني. إذا ديو كاري سهل بالحالة سهلة. هولوبون كفلي. هولوبروزن كفلي. أنا نوع فيهم. ده اللي هو. سيمي لوبر. سيمي لوبر مفيوز ده انتي دي الوبر. اه فيوز الوبر قبله بيبقى سنجل فينت قدام اللي هو سيمي لوبر. فيها البانكيك سايند اسمها البانكيك سايند. ده الالوبر هو اللي بنسيف ماشي. بانكيك سايند في الالوبر بيبقى سنجل فينت كده مونو فينت ماشي. البرين عامل زي البانكيك كده شكل برين فيوز دي سلاماي بقى. حد يشيل الشخبطه عن صوت بتاعه ال مين حط الشخبطه دي والله اللي كان بيكتب ينسى اللي هي جلوماز ديجير جلوماز جلوماز جاجولار جلوماز جاجولار جلوماز جاجولار بيبقى في منطقه الجلوماز في الجاجولار فين وبيبقى باين في الـ في ما اعرف في حتت هايلو سيجنال في تيوان عامل الاستراكشر للبون وهما بيشوفوا بتوع انف اوزن بيبقى انا عنده بالستالتينيتس ماشي. وده ايه الانجيوغرافي بتاعها ده ايه يسموها الساين يسموها سولت اند بيبر ابييرنس سولت بيبر ملح في حد عمل يشرح مش عارف والله نعمل ايه في الغول هتلاقي بس طفل قاعد جنب مامته بيشخبط. هنمنع بعد كده الفيميل من الـ من الـ من البتاع ده من اونلاين اوري مع الشغوط مرة مش غير الخرابة بقى غير شغوط احنا اغلبية يا دكتور احنا اغلبية احنا ساكتين ولو حتى ولو برضو الراجل بسنين انا ايوه يا فندم ايوه احنا مع حضرتك الجلوماس جاجولار تيومر ماشي. دي بقى عايز تبصوا فيها للصبح الجي لا ايوه صح جي جي شيب مش هجيب لك اي ستاند انا ما تتكلمش اه يا دكتور ادي ماجنيفايد وبتاع ده جي شيب دي سيلا يعني عنده نيو ام بي اس نيورو بوليسكاريدوز ادي الديفيشن دياجنوزز خليها شويه تتسجل خلي الدكتور علي ان نستريح من جي شيب دي سيلا ما فيش حد بيدخل عليه الا يساله في السؤال ده اول حاجه اناتوميك فاريانت تمام 5% نمرة 2 اوبتيك كازما جلايوما نمرة 3 الهيدروسيفلس نمرة 4 الميكوبلاسيفلس زي الهيرلس سندروم نمرة 5 الكوندرو 6 ان اف 1 النيوفيبوماتوزس ان اف 1 واخر حاجه بتويتري بس يبقى كم تمام. سبب سبع اسباب تمام يا ربنا ينزل علينا الوحي في الامتحان ونقول لهم يا رب اي حاجه جوه جنب السله يقول لك ايه جي شيب دي سيلا كله ده جيب سيلا دي سيلا بتبقى جي لايك يقول لك طب ايه اسبابها قول له نورمال فاريانت بتاع ده الميوكوبلوسكاريدوزيس والاوبتيك كازما جلوما والهيدروكيفالاس والاكوندروبليزيا والنيورو فايبروماتوز تايب 1 والبتويتري ماس ماشي. طولناها على الفيديو عشان تتسجل طيب ندخل في السندرومات تاني كده كل شوية بنغير احنا حاجة عشان ما تزهقوش بس ده ايه ده السيميتار ده ليه السيميتار
لا ده بلاد مش عارف فيسل. حاجه مش عارف كده لا لا نورمال حاجه جون في حاجه في بص الريبس حاجه اقول في الليفيكل يعني لو بصينا ده ان اف ان اف 1 ده نعم هي الريبز ابنورمال شيب كده عند الكوست كوندرال نورمال شيب مظبوط وايه تاني تيبرد يعني الريبس تلاقيها تيبرد كل ما تاخدها تلاقي تيبرد لجوه ماشي وهتلاقي معاها ايه يعني تبقى بروكسيمالي بيبقى تيبرد وديستر تبقى وايد ومعاها ايه تاني ده حاجه في الديسبليزيا الكلافي ايوه برافو عليك الكلافي تلاقيها شورت وبرود شورت وبرود ماشي والسباين في سكوليوزس ماشي ده نوع من الديسبليزيا صح الميوكوبوليسكرايدوس يعني انه اي واحد فيه موركوس مش عارف تقريبا يعني الهيرلر هو اللي كان بيعمل كده هو غالبا الهيرلر غالبا هم كذا واحد بس انت لو قلت ميوكوبوليسكرايدوس في امتحان انا مش عارف فاهم حالات دي كتير قوي وحالات البتاع ده كان في حاله مع الدكتور عبد النبي المره اللي فاتت كانت كوندروماليشيا وترايد راديت الفيزو فيها جلوزر زون فراكشر دخلناها على 8 في الماجستير ولا واحد عارف ولا واحد قالها غير نايب في باب الشعرية والله اللي شافها بس باين كلهم ولا واحد عارف ف يعني هذه برضو عندهم حالات كتير منها جماعة القدام بتاع الهيرلر ومش عارف وموركوس ومش موركوس وكلام ده فده ديس نوع من الديسبليزيا يقولوا دي غالبا ديسبليزيا الريبس برود ديستالي وتيبرد بروكسيمالي معها برود وشورت كليفيكل ومعها سكليوزيس غالبا ده ديسبليزيا لا انت مش عندكش لا ترفيشو في بيكنج ولا مفيش في البرتبر اي نوع من الديسبليزيا خلاص ميوكوبوليسكرايدوز مش عارف اي نوع من ماشي فذا شو نورمال شيست شيست افكتد ميوكوبوليسكرايدوز اي في نوع اي 4 في تيبرينج في التيبرد بروكسيمال اند وايدر ديستال ريبس وفي برود كلاف برضو شورت كلاف نفس الكلام ده في بقى هنا بيكينج في انفيرو بيكينج ده هنا في بيكينج في بيكينج الهارد ممكن برضو ده برضو من الميوكوبوليسكرايدوز ماشي يعني في كمان هنا الاسكالوبين مش باين قوي بسيط الاسكالوبين مش باين لكن في البيك يا جماعه شنو لنا الخطوط دي بص اكس ري مالتيبل ديسستوزس اوف ذا سباين اكس ري هيرلر سندروم ماشي برضه البرتيبرا جود راوندد في انتيريور بيكينج في بلاتي سبونديلا ماشي ويدج شيب ديفورميتي وفي الميكروسكوب الهيرلر تايب دي برضو صينات يعني مكتوب هي مكتوب عليها احنا ده شايف عامله زي بتاع الفيل ماشي دي في حالات التيمبرال هيبوكامبال اتروفي ماشي بيحصل اتروفي في اللي هو الميزيال تيمبرال سكليروسيس يعني الميزيال تيمبرال سكليروسيس بس يبقى ادفانسد خالص ماشي فيبقى في اتروفي في التيمبرال لوب ماشي فده المنظر ده عامل زي ايه عامل زي بتاع الفيل زلومه زلومه الفيل ماشي زلومة ساينس ما هي إليفنت ساين بيري بيري بيردوليك أسبكت أو زي إليفنت ترانك ماشي مش مشكلة سما إليفنت ساين خلاص نفس الكلام هيبوكامبال أتروفي فيها إليفنت ساين هايمر العينين بكتير بيجي لهم العينين عندهم مشكلة ام اس والعينين الالزهايمر والعينين الباركنسونيزم حالات كتير بتجي لهم المنظر ماشي يعني اسبوع حاجات كتير تبقى المنظر دي برضه الليرم الدكلوس ايوه الساين اسمها ايه الشهد السعيدي سيربيلر هامارتوما سيربيلر هامارتوما اما سيربيلر هامارتوما اللي هي هامارتوما جانجلوس. جانجلوسايتوما جانجلوسايتوما ليرميت ديكولاستيسيس ماشي لو جريد تيومر دي عشان ما لهاش هيستوري تبقى صعبه عليك لكن ممكن نفكر نشوف ايه طب انا هقول لك هيستوري هو ولا ما اقول في اسايتس موجود لا ده فات يا دكتور مش اسايتس ده فات لا قصدك ده اسايتس لا في اسايتس الفلويد ده اللي حوالين الليفر الفلويد صح مظبوط صح
ايه تاني؟ استريكشر في الكولون على الرايت سايد رايت لور لمبر. استريكشر في استريكشر في الكولون في بنكوك لايبوماتوزس كده. ده في حاجة في النفس ايه اللي موجود في الليفت ده؟ ايه هو ده اللي موجود في الليفت؟ هو ده المشكلة. ما قالوا عرفت الهيستوري هتبقى سهلة بس مش هقدر لك. ترانسبلانتد كيدني. ايوه دي ترانسبلانتد كيدني وفيلد. فيلد ترانسبلانتد كيدني. ماشي. ماها ايه ماها اسايتس زي ما قلنا. دي ترانسبلانتد كيدني هو حقنها سبغة. تلاقي كيدني مش فارزة خالص. ماشي. مش فارزة سبغة خالص. فمعناها ايه فيلد ترانسبلانتيشن. يعني بعد ما حصل ريجيكشن للكيدني. ماشي. فدي فيلد ترانسبلانتد كيدني. يا طبعا لن تعرف الهيستوري طبعا مش هنعرف من الشكل ما سايتس. تمام. جت حالة زي كده المرة فاتت بيريان باين والله لستي مش فاكر. انت ليه بتبقى حافظ ايوه اسمه ايه كل واحد دي اسم بيبقى فوق ده هو الاستوديو دوت اللي هو اسمه زينكارد هيبرتيكولا. ايوه زينكر دايفرتيكال بيجي في الابر اسوفيجاس بيبقى بوستيريو زينكر دايفرتيكال. ماشي بحفظه ممكن يجيبها لك في الامتحان. ماشي ده زينكر دايفرتيكال. تمام ماشي دي واحده اشوف ديت بس شو ده لوست كونتراست. اه في صبغه جواها النص دي سبغة جواها. ماشي. في ماس احنا موجودة في سبغة جواها. يبقى دي كونكتد بال هيرنيا. ممكن تكون هيرنيا هيت سيرفر قصدك. سي هيرنيا. لا هيرنيا ما تبقاش ماس هيرنيا بتبقى ستومك. ستاينال ماس. ايه بوستيريو ميدياستاينال ماس. ماشي بوستيريو ميدياستاينال طالعة منين؟ ما جواها سابغة يا دكتورة جوا منها سابغة. تبقى حضرتك طالعة منين؟ تبقى طالعة من الأسوف من مظبوط صح من الأسوفجس. اه بس هي كونها كونها تكبر بالطريقة دي والعيان لسه كويس معناها حاجة بناية. الله يليزي يعني ولا الله يوم يوم الله يوم في الأسوفجس دي. لا يوم في الأسوفجس ماشي تكبر بالحجم ده ولسه العين كويس وعايش يبقى دي حاجه مش مالجنه. ولا يوم ما تاخد كنت راست من جواها ما ده الكافيتي بتاع ده ده كله ده كله شارب. تمام يا دكتور. شارب السبعه جوه الاسوفيكس. ماشي يعني الحاجات دي ممكن تجي العيان عنده ايه هو في ليك هو بص ايه الليك ده ما لا لازم تعرف الليك ده. شوفوا بس جاي منين الليك ده صح في ليك فعلا هو جاي من وين البلادر ده البلادر رابشر ده اللي هو الرابشر بتاع البلادر ولا وهي يعني. ممكن بس العين مش واخد تروما لا صح لو قلتها صح فيستولا. بص العين عنده اكيوت سيجمويد دايفرتيكولايت صح. بص السيجمويد سايف ديفيوز سيكند وفي ستراندنج في الادجسنت ميزنتري. بعد كده لما العين بياخد علاج حصل فيستولا بتوين الايه بتوين الباولوبس واليورينال بلادر اسمها انتيرو فيزيكال فيستولا. تمام ماشي يبقى ده فيتكولايتس في فيستولا دوم اوف ذا بلادر. ده اللي هو الفور فيسل دوت الدبل ابورتيك ده ولا لا لا مش ده دي حاجات تانية ده. في برضو اسايتس وفي اير في نوع في اسايتس صح. وايه تاني وفي فري اير في فري اير فري اير ده بيرفوريتد بقى دي حاجه بيرفوريتد كده
بس احنا جايبين الحاجات اللي فوق الميدستاينال. هي الحاجات ما احنا جايبين لك ارتري ايه دي الحالات النيوموبريتينيه في العيان عنده فاسكولايتس. تمام يعني هو ده الكول بس من غير ما يكون في بيرفوريشن يا دكتور في حاجه في الباول. كيميا ممكن ممكن ده ممكن حصل اسكيميا حصل اسكيميا وعملت اسكيميا مفيش تنوزس في البوكس ما لفت كمان غالبا الفيسل دي فيها سو يجيب لك ده نيوموبريتينيا بس هي الصوره عشان صغيره شويه مش انت فاسكولايتس ونيوموبريتينيا في حالة سهلة دي بس انتم ما شايفينها دي ما لقاش معايا هيمنجيوما ممكن هيمنجيوما ليه طب قلت هيمنجيوما عشان سوختش ثواني عشان هاي في تي 2 وسوختينيوس واحنا فين الليجن فين بص يا دكتور الليجن اهو بس ما انت اهي وتحت المصري اللي هو ده دي لستو فيبروما دورساي لستو فيبروما دورساي ايوه شيء باينه في الاكزيلا اللي شخبطه ده ما عامله ماسكينج على معظم الصور اللي بتيجي على الرايت دي لستو فيبروما دورساي على الرايت سايد تمام دي بايلاترال ادي واحده وادي الثانيه تمام بتبقى دي تو سيريتس انتيريور تبقى تحت السيريتس انتيريور ماسل دي بايلاترال الاستوما فيبرولاستوما فيرسال ماشي ممكن تجي لك دي بتاع ده شورت كيسز على فكره تمام يا الله يلاترال ايوه فاسيت ايه مشهور دي الهامبرجر سايت لوك ديفيسيت تمام احنا قلنا الفاسيت السوبيريو بتبقى ورا الانفيريو بتبقى قدام هنا اتعكست ماشي فحصل فيه فراكشر وحصل لوك ديفيسيت ماشي او اسمها همبرجر ساين او ساندويتش همبرجر برضه نفس الكلام بس جيب لك الصور ورا بعض كلها ماشي فده اللوك ديفيسيت اهو اللي ورا والفيرتيبرا طالعه لقدام من الشو وده الهامبرجر ساين الحالة دي جاتني من أسبوعين يا أهم سيكونس فيها ده ليها كذا سيكونس عملناها حد ممكن يتكلم فيها؟ لا والله مفروض في الـ G2 Hyper Intense وفي الـ الـ Diffusion restricted. The ADC. Restricted. PR restriction. Eric Bessor, the diffusion, well, ADC map, the T2. The T2. هو في زي space occupying legion واخد left سلامك او انت بتقول كده الليجن طب ده موجود فين مكان وده ادي الفلير بتاعها ده كورونا تي 2 شكلها ابيديومويد ابيديومويد هي فيها طب طالعه منين ماشي بيدر مويس عشان ريستريكت ديفيوجن وفي الفلير باينه دوت هي في التي 2 هاي لا هي هاي اللي على اليمين دوت التي 2 اللي على الشمال ديفيوجن وفي النص ديفيوجن على اليمين هي هاي تي 2 وبعدين في الفلير بقت عملت دوت سيجنال فهي بيديوم بس هو هي شكلها كأنها انتر فنتريكو او ليه اكستنشن هي كريبنج المفروض بيدرمويد يعني بس لوكاليزيشن بيدرمويد صح مصطلح منين بص هي الاي بي سنتر بص لو بصيت هتلاقي طالعه في الباينيال بودي
وليها انترافنتريكولار اكستنشن. فالدايبيدرمويد ممكن تبقى انترا واكسترا مع بعض. انا كتبتها كده في التقرير, كتبتها انها ايبيدرمويد سيست وانترا واكسترا فنتريكولار كومبوننت. بس هي يعني انا كتبت البينيال بودي هي طالعه منه ماشي وداخله انترا فنتريكولار ماشي. هذا بس هو في الليجن برضو في البرين ستيم والسي بي انجل برايت في التي 1 وده الديفيوجن مش مش ريستريكتد. حالنا سبغة ما خدش سبغة. احيانا في الابيدرمويد ممكن يبقاش ريستريكتد برضو ابيدرمويد ماشي. احيانا نادر بس يبقاش ريستريكتد ممكن يبقاش ريستريكتد ديفيوجن بعض الحالات برضو إبيدرمويد. مص ده اللي هي إكسترا أكزل ولا إنترا أكزل اللي جنو إكسترا أكزل ماشي بين في تي آيزو آيزو تو هايبو انتنس في تي تو بين برايت في في الديفيوجن مش فاهم مش فاهم راستريكش ماشي. وده تي سو باينه برايت وبرايت وده هنا برايت ممكن تكون ايه دي بوينت فاليك ممكن بقى ممكن لا هي اكن اركنويد اه يعني هي اركنويد عشان فلويد سيجنال و بس مش بيور فليو ده الاركنويد بنش في تي 1 بيضة كده يا دكتور. اه ده تي 1 انا مش شفت السيكونس اللي تحت تحت تي 2 يا كده هاي تي 1 وهاي تي 2 اه في نوع من النجوم اسمه هايبوبوتس من النجوم فيها فات كتير فدي من النجوم طبعا فالكس اه او ابيدرمويد تبع الرمويد يبقى من النجوم على حسب ما احنا شايفين. بس في نوع من النجوم يبان كده في فات كتير بيبقى يبان تبان كده ماشي ال بتاع التحكم اكستراكزيال هي دي ال ديفايند هاف بيدان كريت ليفت فرونتال دوليس بس غالبا كانت فات كونتينينج من الجوبا بس لو حطيت بدرمويد صح ماشي. ديش ديش مظبوط ديش فعلا بيبقى عندك ايه سيفيكيشن الانتيريو لونجيتيون اللي كانت الانتيريو لونجيتيون اللي كانت كله بيبقى سيفايد ماشي ماكاسيفيكيشن في الاوسي انيولاس فيبروزس مش عارف ايه عشان ده ديش مظبوط ديفيوز ايديوباسيك سكيليتال هايبرستوس. يعني دي بس انت لازم تشوفها هي ماس طلع منين طلع من ليبيا ليبيا ميجورة بتاعت الفاجينا ماشي فدي مالجنة لا دي ماس طلع من ليبيا برا برا مصن دي في ميل يعني مش في ميل لا في ميل في ليبيا فدي ليبيا الساركوما ماشي ليبيا الساركوما انا افوق سيكوستري لونج قلت ايه صح ما انت قلت صح لانج سيكويستروم لانج سيكويستريشن لانج سيكويستريشن ماشي انترا لوبر بس ماشي عارفين انترا من اكسترا بنفرق دلوقتي بالسي تي ايه في الزاويه شوف واخد البرانشات منين ماشي السي تي احسن حاجه واخده بس السي تي انجيوغرافي ماشي دي سهله دي سهلة يا جماعة الحالة دي ميدل لوب كولابس يا ريت هيمستوركس أصغر من الليفت هيمستوركس ايه تاني بقى
يا جماعة السيف السيف سيميتار سندروم سيميتار في هايبوبليزيا في الرايت لانج ومعها سيميتار لايك ابنورمال درينينج فين نازل يفضي تحت فين في الهيباتيك او في الاي في سي سيميتار سندروم كفاية؟ لا لا انا مع حضرتك انا بس كنت عامل ميوت عشان كان عندي دوشة ده السيميتار سندروم دوت سريع ما خلص كم حالة اهو هرنيا هي ماشي هي في سيرجيكال انفيزيما عين تروما يعني ممكن عين تروما لا مش واخد تروما هو محجوز في الرحى بس ماشي لو تروما في سيرجيكال انفيزيما بص هي الحاجات دي بص في 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 حاجه دنس في اللانج في اللانج في حاجه زمان كان الحاجات دي تتشاف اسمها بيرهاف سيندروم بيحصل اسوفجيال سبونتينوس اسوفجيال ريفوريشن رابشر جماعه الاجانب اللي بيسكروا بالليل 10 يقعد ياكل هو يجي له كده يدخل اسمه بيرهاف يعني في الارشيف الامريكي تلاقي كتير الحالات دي يعني. زمان تلاقي من دول ما بقاش نشوفها كتير اسمه بيرهاف بس انت لو قلت اي حاجه كالسيفيكيشن ده ممكن بلورا انا ما اعرفش ممكن يكون تروما والعيان ده يعني مش عارف سوفايد لكن هي العيان ده جاله سبونتينيوس سوفيجاس بيرهاوس ديزيز يعني ده نقول عليه حاجات كتير ممكن نقول في اي حاجه ممكن نقول انكفالو بس نقول اي حاجه 100,000 حاجه يعني لو توصف تقول في بريفنتيف مطر ايرفت نون سيجنال والاريا دي موجوده في برايت في التي 2 في يعني تقول عليه كذا حاجه لو انكفالو بس سمول فيسل سكيم ديز اي حاجه اي حاجه ممكن حاجات كتير سمك فمن ضمنهم الايه الكاداسيل ديزيز ماشي كاداسيل ديزيز يعني حاجات ما بشوفهاش كتير هي دي داكتس ارتريوزس انيوريزم داكتس ارتريوزس انيوريزم احنا ما بشوفهاش كتير الحاجات ده احنا عشان بتوع القلب هم اللي خدوا الابر هاند في الحاجات فدي داكتس ارتريوزس انيوريزم ماشي دي مشهور الليجند في الستر كتير فيديوز احنا في مصر بيلفيك كونجيشن في فيري كوتي بس لازم تبقى واخد تراي فيز عشان تبقى واخد الارتيريال فيز او البوتوفينوس فيز ماشي بيلفيك كونجيشن سندروم دوت سهل ده دبل اورتيك ارش ايوه دبل اورتيك ارش ايه تاني هو الاورتيك ارش رايت اورتيك ارش في ابرنت ليفت سبتليفيان في ابرنت ليفت سبتليفيان وده رايت اورتيك ارش ماشي ده سهل ده ماشي فينوف جالين انيوريزم او مالفورميشن صح تمام دوت شفنا ده قبل كده هناخد حالتين يعني دي اصل دي يعني مش دايجنوز بس هي من الحاجات اللي الرير تشوفها دي ممكن تحطها اي ليجن موجود طالما المصل وخلاص بس يعني مش مشكله تشخيص يعني مش هتقول فيها تشخيص بس هي ده بيبقى بيبقى ريستريكت ديفيوجن في كده بيطلع حاجه من المصل اقول لك اسمها ايه هي حاجه من نوع من الساركومات مش فاكر اسمه ايه والله ماشي بيبقى ريستريكت ديفيوجن حاجة من الساركوما بتطلع من مصر ماشي هناخد دي بس محلولة
بص ده الدبل اورتيك ارش، شايف ادي واحد يمين وادي واحد شمال، ماشي ده الدبل اورتيك ارش، ماشي اخر حاله دي وهنقف بعد كوردوما في السكر ممكن، وايه تاني ده ممكن، ايه تاني ممكن متاتس ممكن، بس ده طفل صغير ممكن متاتس ممكن صح، وايه تاني ممكن تيراتوما، تيراتوما لو صغير قوي لسه مولود بس هي واكله السكر خالص، واكله هي تشالوها يفتكروها برضو كوردوما، بس طلعت انترا اوسيوس ميجو ماشي، عشان برايت في تي وان وفيها حتت ستريكي كده خلاص كده احنا خلصنا كده، هناخد ايه نبقى نكمل مرة الجاية ان شاء الله يوم الحد الجاي.